يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا طالب كنت لا أصلي في بداية حياتي، وفي إحدى الأيام قدمت للعمرة وتبت، وبعدها عندما رجعت إلى البلاد بعد أسبوع رجعت لا أصلي، والآن قدمت إلى العمرة وأريد التوبة، هل الله سيقبل توبتي؟ لا تؤخر التوبة إلى العمرة، تب إلى الله في الحال، حافظ على الصلاة في أي مكان، أو بتأجل التوبة إلى العمرة، توب إلى الله في أي مكان وبادر بالتوبة وحافظ على الصلاة حتى تصح العمرة. أما من اعتمر وهو لا يصلي، أو حج وهو لا يصلي، عمرته غير صحيحة، حجه غير صحيح حتى يقيم الصلاة. نعم.